ناوية أتكلم عن البهدلة اللي بتحصل الأيام دي، وكل من هب ودب يتكلم في منظومة الأسرة ويقعد يفتي بحاجات، أو يعني أنا بتهيألي إن ده هزار باين، أو ده يعني دي مش حقائق يعني صراحة. ناس طالعة تنكت للأسف. لما بيبقى فيه خطاب متطرف يمين قوي او شمال قوي، يعني في موضوع الزواج وموضوع عامل زوجك او ضد الزوج او ضد الرجال، يعني سواء الخطاب ده او الخطاب ده، ما ينفعش ان احنا نمشي بيه، وما ينفعش ان احنا ننشره او نقتنع بيه، او حتى ان احنا نروج ليه، يعني حتى على سبيل طبعا فكاهة، سواء الجنسين المرأة او الرجل الاتنين رافضين الخطاب ده. تعالوا ما اقول لكم خطورة اللزاجة وخطورة الكلام اللي هو يعني ضد الفطرة، ضد حتى المعاملات الإنسانية، ضد حتى القواعد اللي أسسها الدين الإسلامي في موضوع الأسرة. وإحنا قلنا إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي عمل قواعد للتعامل، عمل معاملات مالية واجتماعية وأسرية، معاملات بنوة، معاملات أباء وأبناء وأباء والعكس. الدين الإسلامي الوحيد اللي اتكلم في عقيدة ومعاملات. فلما يجي خطاب مأفور قوي أو متطرف قوي أو لزج قوي، فبيعمل حاجتين، بيمسح الصح ويمسح الغلط. أنا رافضة اللزاجة فأرفض معاه حتى لو اتقال حاجة صح، ودي كارثة، ودي كارثة. يبقى أنا رافضة كل الخطاب اللي بيتقال وكل الكلام اللي بيتقال حتى ولو في حاجة غلط بسبب تغليفه باللزاجة. أنا ضد نظرية المؤامرة وان الدنيا كلها والكون كله مؤامرة، ولكن يعني اللي بيحصل ده شيء ممنهج. كل فترة يطلع حاجة كده، يعني ما صدقنا نأصل في الناس، قال الله قال رسول الله قال الصحابة والعرفان، ما صدقنا مثلا الناس تقول. وعلى فكرة اقسم يمين بالله عز وجل ان مهما حصل ومهما شرقوا وغربهم بتيجي، وانا بقول لك اهو بواقع خبرة اكتر من 20 سنة في المجال، تيجي واحدة وتقول لك لا تؤمن بدين، لا تؤمن بإله، تقول لي انا عايزة اسمع مني. تسمع مني انا؟ تسمع مني انت عارفة ان انا قال الله قال الرسول على طول؟ تقول لك لا انا عايزة اسمع مني الثقة المؤتمن. فالفكرة ان انا اجيب خطاب لزج، انتوا عارفين ما بسميش بس انتوا فاهمين، خطاب لزج وبعدين يتقال عليه كلام وياه وصيفي وشتوي وخريفي وكلام ده، واذا كان مش عارفه يعني في مصطلحات حتى عيب، عيب انها تتقال. والكارثه حتى اللي يقول لك ايه فرعونك، فرعون ايه؟ فرعون ايه؟ انتوا بترجعونا فاغرقناه، ده مش حاجه حلوه ان احنا نتمحك وانا اصلي فرعوني، لا انا مسلم. نهج النبي صلى الله عليه وسلم وقدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش فرعون اللي ربنا اغرقه، مش فرعون اللي عمل وسوى وقدر. ايه ده احنا بننسب نفسنا لمين؟ لا، لكن شوف الحديث بقى الصح وشوفوا الجمال. تقول لك لا اصل فرعون، يا فرعون ايش فرعانك، قال ما لكش حد يصدق. لا 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 احنا لا ننتسب لهذا الامر ولا يشرفنا ابدا. ده كان تاريخ والكلام ده حلو، ده من ضمن التاريخ والحضارات، وشكرا. انا الايه؟ انا مسلم وساظل دوما مسلمه، ديني الاسلام، اهلي هم الاسلام، ابي وامي واهلي، والعزه بالفرد باتباعه لدينه ولسنته وسنه نبيه الاسلام. لكن ان انا اقعد اعمل خطاب يعني ايه ده؟ بيقول هو في ايه؟ وبعدين احط فيه حته فيترفض كله غلط. انتوا مش واخدين بالكم من الرسائل الخفيه اللي بتبث بحاجه زي كده؟ هرقوا واضحكوا واعملوا كل حاجه، لكن ابعد عن منظومه الاسره، ابعد عن الكيان اللي الكل شويه حد يجي يهد فيه. والظاهر احنا بنقول عشان حياتك تعيش وتعملي وتساوي، خطا اذا كان الراجل ذات نفسه رافض الصيغه دي والكلام ده. واحنا ما بنقولش الاحترام، احنا قلنا دايما وشوفوا على مدار ال5 سنين دايما نقول الاحترام والتقدير اساس العلاقه، الاحترام والتقدير اساس انك انت يبقى في بينك وما بين زوجك مش بس حب وموده ورحمه والكلام ده، عشان تستمر. راح الاحترام والتقدير باظ. الاحترام والتقدير منه ان انا اطلب بلطف وبانوثه، الاحترام والتقدير منه ان الاولاد يتعلموا ان ده ابي، الاحترام والتقدير ان انت تحترم زوجتك
في الاتجاه المقابل، انك تحترمها وانك تطلب منها كمان باحترام، مش انت يا احمد ربنا بقى ان انا جايبه اعملي بلقمتك، لا. ويبقى الخطاب ده موجه، مهما يقول وصلك اصيله خطا، ومهما يضرب ويهزق ويعمل واستحمل اصلك خطا. الاسلام ما قالش كده، الاسلام قال الاحترام المتبادل ما بين الطرفين. السيده مين؟ زوجة سيدنا ابو الدرداء، قال كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم، باحترام. مش اقعد اقول طبعا، يعني موضوع ان احنا نحط القاب للزوج والكلام ده، يا ستي احطي له القاب دلع، ما تدلعيه، ما تقولي له. لكن ان انا اقول هو لازم كذا، اقول استمتع، فانا مش هعيد الكلام طبعا، واقول استمتع، لا لا لا، ولكن يبقى في احترام. صحيح ما فيش بعض، يعني موضوع الكرامه بين المراه وزوجها والراجل وزوجته بيبقى نوع، وخصوصا بتوع اول 6 سنين زواج اللي عايشين كناريا لسه دول، او لسه بيكتشفوا لك يعني انا منه وهو مني ازاي مثلا، تمام. لكن جوه البيت دلعي زي ما انت عايز، بره البيت له احترام، يا ابو فلان يا كذا يا تمام، ولو دكتور هقول له باسم، ده ما فيهوش خلاف. لكن ان انا لزج قوي في القيمه دي واعمل بطريقه تخلي اصلا الناس تكش منها، طب ما انا ارفض الصح والغلط، ارفض اي حاجه من المنظومه اللي فيها غلط. دي رسائل خفيه للامر. ويا ريت يا جماعه اللي يتصدر للخطاب الاسري والخطاب الزواجي والخطاب التربوي يكون ناس اهل لكده، ناس معاها ما يثبت اهليتها العلميه والثقافيه والمرجعيه. لكن مش اي حد طالع يتكلم كده وخلاص، ولا الخطاب التاني، الخطاب اللي بيهدم وبيعمل ولا واعملي وارفعي واخلعي وبهدلي الراجل وهاتي من مطحون بال 24 ساعه. فطبعا احنا يا جماعه محتاجين التوازن في الامر، احنا بصدق احنا محتاجين ومحتاجين ان احنا نعرف قال الله قال رسوله قال الصحابه في المنظومه دي ايه. ما انا قلت لكم اهي ام الدرداء زوجة سيدنا ابو الدرداء كانت تقول كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم، والزوج اولى بالاحترام، والزوجه اولى بالاحترام، ده الخطاب. لكن اعمل كفه عن كفه ويطلع لايف واحد فرعون بقى، يطلع واحد راح لايف واحد انهى حياه زوجته لايف بس مباشر وعياله قاعدين ويهدد بيهم، ايه ده؟ ايه ده؟ انا بدي ايه؟ خلي بالكم من الرسائل الخفيه، احنا في كارثه حقيقيه واقع على المراه. صحيح في زوجات عايزين يتمسكوا كده يتنفضوا، احنا مش بنقولش ده، احنا بنقول التوازن، التوازن اللي موجود في قلب العلاقه اللي يخلي الاسره تستمر بما قال الله وقال الرسول وقال الصحابه، بما نفعنا الله عز وجل به. لك ذمه ماليه من فصل، لك احترامك، لك تقديرك، لك رايك زي ما رايها اتسمع السيده ام سلمه، كل الخطاب ده. لكن اجي اقول معرفش شبه مين وفرعون وشبه الممثل، ليه كده؟ واحده بتتكلم بالجوف وتتكلم بلاب الجوف زي فلانه الفلانيه الممثله، معرفش ليه يا جماعه كده؟ ليه كده؟ ويبقى الايحاءات اللي غلط غلط غلط، لا الافوره كده، ولكن خلينا في الاتزان والوسطيه ما بين الاثنين. الوضع الحالي الاقتصادي والوضع الحالي اللي في قلب العالم كله وضع محتاج ان الاثنين يتكاتفوا مع بعض، والاثنين يقدروا مشاعر بعض، والاثنين سواء الزوج والزوجه ايد بايد علشان نعرف نعدي الزمن اللي فيه، علاوه انه زمن يعني كله فتن ومأمورين بيه، وهتعملي اولادك ولا تعملي ايه ولا تسوي ايه ولا كل الكلام ده احنا مأمورين بيه. وفي نفس الوقت النقطة الثانية الخاصة بإن اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك، الموضوع مش موضوع واحد فوق التاني والتاني أصله له قوامة، اوعوا تفتكروا إن هو ده بما فضل الله به بعضهم على بما أنفق. إن أنا ليه أتخلى عن دوري وإن في واحد قايم عليا يشيل شيلتك، وكل واحد يشيل شيلته باحترام وتقدير، مش بأفورة ولا لزاجة عشان الناس ما تنفرش. ده رقم واحد. المحور الثاني اللي انا حابه اتكلم فيه التعليقات اللي جات على موضوع التعليقات اللي جات على موضوع ان في زوجه على احد الجروبات بتقول يا جماعه
انا راضيه بحالي ان انا ابقى في وسط اولادي، وانا سعيده ان انا بجهد لهم وبعمل لهم نوع من انواع التدريبات والمهارات واكسبهم كذا، وانا فرحانه بالامر ده. ليه انتوا بتلوموني وانت ما عملتيش حاجه لنفسك وما عملتيش تطوير لذاتك وما طلعتيش مش عارفه فين وحققي نفسك وحققي ذاتك؟ انا شايفه نفسي في وسط بيتي واولادي وانا مبسوطه بده. طبعا الكومنتات كلها كانت سلبيه عليا، كل الكومنتس اللي جايه جا سلبيه، ولا او بكره يسيبك في حالات كده بس مش ده الاصل. في حالات كده بس مش ده الاصل على فكره. في حالات بتخلي الواحده تقول لك ويرميها ويعملها، وبعد ما صبرت وبعد ما قعدت وبعد كذا يرميها ولا يلا هتزوج عليكي ويلا هعمل ويلا هسوي، بس مش ده الاصل. لكن هي مبسوطه بحال، احنا نروح ننكد عليها ليه؟ يعني هي مبسوطه بالاختيار اللي هي اختارته. انت يا ست اخترت اختيار تاني. واحده تانية عندها، احنا قلنا اهم حاجه ايه؟ التوازن. انت تربي جوه بيتك رقم واحد وتطلعي اولاد ما تحوجهمش للدنيا يبقوا مش عارفين، بيتهته، ما هوش عارف يتكلم، فقد ثقه، يروح مش عارف ايه، معمول تابع مش قيادي، عيل ما هوش عارف، ولا طفله ده خطا. ما ده خطا ان انت سايبه ده ليه وبحقق ذاتي. او واحده تثبت بنت تقول لك انا بعمل اهو جوه البيت وما بروحش في اي حته، وثبت عيالها، واللي مش عارفه حط ميه في فيشه الكهرباء، والتانية اللي مش عارفه كان هيغرق في البانيو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده كارثه من الكوارث، دي كارثه من الكوارث، لازم نخلي بالنا منها. في توازن وفي اولويات، ما استرعاني الله عز وجل عليه في اولويات. طب انا قدرت احقق المعادله والتوازن؟ توكل على الله. قدرت تطلعي جوه بيتك وتاخدي وكذا وتروحي وتحققي ذاتك وتعملي وتشتغلي وتساوي مالك مكشره ليه؟ وجوه بيتك تحققي حالك وتحققي ذاتك وتعملي بره البيت، وجوه البيت شايله البيت وشايله اولادك جوه عينك. يلا بينا احنا نقول لا. سيده زينب وكانت تشتغل من عمل يدها وتتصدق وتعمل، سيده خديجه كانت اكثر نساء سيده اعمال، واكتر تجارتها تعادل تجاره رجاله قريش كلهم. كانت سيده وامراه وتجمع ما كان عندها 9 من العايزين، ايه اكتر من كده؟ وتجمع ما بين الاثنين، وكانت زوجه ايه؟ زوجه زي الفل. والله لن يخزيك الله، تطبطب وتعمل ترى من زوجها، وتروح تشيل ورغم ان هي من الاثرياء ومن هي من الاغنياء، والقريش قالت لها في شعب ابي طالب مالكيش دعوه بيهم، خليك انت لحالك، احنا مش هنعمل معاكي مقاطعه. هتقول لك لا، زوجي احترام وتقدير وجوه البيت ومع الاولاد وتعلم، ومع ذلك وناجحه في تجارتها وناجحه سيده اعمال. قدرت تحققي الامر ده تمام، ما قدرتيش خلاص ما تلوميش على غيرك، وما تقوليش لا اصل هيعملني. يا ستي خدي بالاسباب، لكن الايه رقم واحد ما استرعاني الله عز وجل عليه. ولاد والله والله ثم والله ما حد هيبقى حريص عليه اولادك وخوفه من اكتر منك، وخصوصا على الاقل العشر سنين الاولانيين. على الاقل يعني العشر سنين الاولانيين دولت، او ال 12 سنه حتى لما يتسلم الولد خلاص كده في جزء كبير 70 في 80% من سلوكياته ومعاملاته مع الاب، خلاص راجل بياخد تصرفاته خلاص. وانا غرست الغرس، غرست الغرس، لكن اجي اسيب كل الليله ديت وحطم الست يعني زوجه وام وعملتك وفرحانه باختيارها، نعقدها ونبهدلها ونقول لها انت ليه عملتي وليه اخترتي وهيرميكي وهتعملي. صحيح في الكلام ده، انا معاك، اقسم بالله انا مصدقاكم، وعارفه ان في حالات والله، وهقول لكم على حاله من الحالات، استاذ دكتور في جامعه، استاذ هي استاذ دكتور ومرتبها 5 أضعاف مرتب زوجها، وحالها كله للبيت وتعمل روحات في مدينتي ومش عارفه ايه، وكله هو يعمل وتصرف على اولادها وانترناشونال وجامعات خاصه وتعمل، وهو كل حاجه بيروح يعملها وسايبه له الدنيا ومش مخونه، وكتب كله باسمه في الاخر عايز يتجوز. قالت له طب هات حاجه صفر. في ناس اندال، في ناس مش رجاله، في ناس مش رجاله. لكن جوه بيتك الاصل، وخدي بالاسباب واعملي احتياطاتك وذمتك الماليه، ولما الله عز وجل يقول لك فاكتبوه يبقى فاكتبوه. لا اصل عيب، لا ما فيش حاجه اسمها كده، ربنا قال. طالما ربنا قال فاكتبوه يبقى فاكتبوه. خلاف كده لا. خلاف كده لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما جيش افسد على واحده نيتها او هي مرتاحه وسعيده في عطاء معين وبهدل لها نفسيتها. انت ربنا يعينك على الامر، وقدرت تحققي التوازن تمام، يلا توكل على الله. والله كان بياخدوا الاحاديث من السيده عائشه، الله، وكان السيده خديجه زمان قلت لكم نموذج
نموذج متكامل. الاخر هي من أربعة، من أربع نساء كمل من الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد، أسيا بنت مزاح، فاطمة بنت محمد، كل ده مريم ابنة عمران، العفة والطهارة والحياة. وكل واحدة فيهم لهم سمت: فاطمة الزوج والبيت والبيتها، وإزاي كان قلبها طيب وجميل. أسيا بنت الصبر على أذى الزوج الفرعون، اللي انت عايزة تقول لك فرعون ايه يا بنت، الله يصلح حالك. صبرت عليه رب ابن لي عندك، قدمت الجوار مع الله عز وجل: عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمل جن القوم الظالمين. اجي انا اقول لا فرعون، استغفر الله، احنا محمديين اسلاميين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى منه شفاعة في الآخر، اللهم امين، بانتسابنا لك يا رسول الله. لكن خطاب متطرف يميني اقصى اليمين، وخطاب متطرف شمال، محدش يطلع يتكلم في الأسرة ولا تقبلوا اي كلام الا من الثقة المؤتمن ذو علم حقيقي، مش سكريبت محطوط واي حد يطلع يقرا ايه الكلام الفاضي ده، وتيجي طرف تقول لك ما كذا انا رافضه. يا بنتي في حاجه صح، لا ما هو السكول طالما بقى كده. طب ويرفض ورفضت ايه كلمه نصيحه السيده زوجة سيدنا بالدرداء: كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم في احترام. وتقول لك لا ما خلاص رفضت اللزاجه، فقال لك خلاص بقى خلاص. لا ليه كده؟ خلينا وسط في الكلام، خليكي متزنة في كلامك، ولا تقبلوا أي نصيحة إلا من الثقة المؤتمن ذو علم حقيقي له مرجعية شرعية. ده على راسي ساعة ممكن على راسي إيه كذا، واسمع ألاقي أختي لسه ما شاء الله لسه جايبة على موضوع الجندرة أبحاث علمية، وإن شاء الله نعمل لكم حلقة كاملة على الموضوع. اللهم بارك، اللهم بارك عليها وعلى قلت لها الله ينفع بيكي والله، أعمل لك بصي أعمل لك ملتقى كامل عشان ليه نشر علم حقيقي بمرجعية إسلامية. قال الله هو ده سقفنا، هو ده حالك، الله عز وجل خلقنا وهو اللي حاطط كتالوجنا، هو اللي يعرف ايه اللي يصلحنا. لكن نشط أقصى اليمين ويجي الفرعون بقى يصور لايف وهو من حياتها، لا إله إلا أنت سبحانك. منظر العيال دول عايزين ده، عيالهم دولت في صدمة حقيقية وتروما حقيقية، هيبقوا محتاجين دعم سنين. ايه ده؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ ناخد، انا بقول لكم اهو، ناخد حاجه واحده فقط: الثقه المؤتمن ذو العلم الحقيقي ذو المرجعيه الشرعيه، قال الله وقال رسوله، باتزان. ده اللي انا بقوله. وما تيجي واحده تختار بيتها، اختارت بيتها وعيالها، انت ما يا ست حشرك يا ست، سيبيها ما سيبيها هي راضيه وسعيده، نكد على لا وتحققي زي واحده من ضمن التعليقات. يعني حتى انا قلت حتى لفريق العام ما تبقوش تمسحوا كل اللي احنا عايزين نرد على الناس دي، لان ده فكر. طب ما انت بتطلعوا من استوديو لاستوديو مسافه. اه يالي يعني ما قربت تخرجوا. انا اول كان طلوع عليها كان بعد تقريبا 12 سنه من الطفل الكبير، 12 سنه. وقدرنا نوازن ما بين العلم الشرعي، لان كان اتجاهنا الاول في العلم الشرعي، ما بين نوازن ما بين العلم الشرعي ما بين كذا. اقسم يمين بالله اروح اي مكان ومعايا الاربعه متجرجرين ويجي اخوات تيجي تقول لي والله يا اخت هاله ما تجيب الخمار ده بس، نيكولك خمار مكسر شايله حد والتاني مش عارفه عامله ايه وبتاع وكذا. ومره كنت بقول حاجه على المسرح انا فاكره كده، وكان حضور يعني الوفات، وجت بنتي طلبت طلعتها وتتعالي اطلعي عايزه ايه الصغيره، وعندي الصور ديت كانتش لسه كانت لسه شوشو اطلعي، والكلام ده مصور فيديو مش هطلع لكم كواليس من الحاجات دي على الهارد القديم بقى. اطلعي وده اللي باقي، نفسيتك ايه وعايزه ايه وعايزه. طلعت ووقفت الدنيا والمحاضره والدنيا والكلام، قولي عايزه ايه واسمع منها. عملنا مره كان ملتقى بنات فقط، وبنتي وهي بتعملي وقعت يا حبيبتي، الكاميرا كانت كاميرا صغيره كده وقعت بص كسر ولا يهم، كانت اللي بعديه فضحكت معاكي في كل مجال اللي عاجبه ومعجبه. اما تيجي زوجه جديده حديث تعدي بزوجه لسه معاها طفل بيرضع وجايه معانا المسجد او جايه جلسه والطفل بيعيط وهي محروق، ما تتحرجيش ما تتحرجيش. لا هو احنا كده اللي معانا عيال نحطيهم فين؟ معانا عيال لا نمنع نفسنا من العلم الشرعي واتيان العلم والمهارات والدور، ولا نمنع الكلام ده، لكن برضه انا في نفس الوقت معايا طفلي وتقبلي ده، وتبقى المدرب الناجح والمحاضر الناجح اللي يتقبل اللي جاي كده. هتوديهم فين؟ ومين هيبقى حنون عليهم في فتره زي ديت اول سنه ولا مين؟ ما اقدرش قلبي، انا ذات نفسي قلبي ما اقدرش.
ونتعلم. وده قص وده قص. النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيروحوا يصلوا في المسجد ورا النبي عشان بعيالهم، فكان يسمع بكاء الطفل فكان يشفق على امه. اما كان يشفق على امه في الامر كان ايه؟ ها؟ يخفف في الصلاه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يخفف في الصلاه على عليهم عشان رفقه بالطفل وامه. هنوديهم فين يعني؟ امر طبيعي. اللي الفيديو اللي كان معمول لاستاذ دكتور في جامعه وبيحاضر والبنت معاها حاضره المحاضره والطفل خد الطفل منها وقعد يسكته ويشرح له، دنيا بسيطه. لكن دورك الاول للي يفهم. لكن بس الخطاب الفرديه والنديه والنسويه، هو ليه موضوع النسويه عامل قلق؟ لانه كان الاول، اسمعوا عشان بس نفهم، وارجعوا للحلقات اللي انا عملتها دي لان مش هنقعد نعيد ونكرر تاني، بس يلا نكرر. فان الذكرى ذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. بدات لان كان بعد الحرب العالميه الثانيه في اوروبا كان اجور النساء قليله جدا بالنسبه لاجور الرجال، وهم بيعملوا نفس يعني عدد ساعات العمل. فكان المطالبه بالمساواه بنفس الاجور، احنا زينا زيكم، ادونا اجازه ادونا نفس الاجر اللي انتوا بتعطوه. فكان الامر بالمساواه، كان الراجل له تصويت والمراه ملهاش تصويت. من حق ان انا اقول في الشركه او في المكان اللي انا فيه او في النقابه او في الدوله. فكان الامر بالمساواه. دلوقتي لا. دلوقتي لا، احنا بقى عايزين الحقوق اللي الاسلام ادالنا. بس والله العظيم ملكه ملكه متوجه. اميره ملكه متوجه كده. لو انت التزمنا بفقط بما اعطاه، مش بفقط والله ده حاجه كتير جدا، بما اعطاه الاسلام لنا من حق. حطي انت تتجوزي ده اه ولا لا؟ موافقه؟ طب هي قولي ما يقدرش. ولو عضل الاب بتروحي للقاضي الشرعي يزوج، عضل الاباء للازواج. طيب ليك ذمه ماليه والفاصله، طب اكتبيه عايزه تعطي لزوجك وعيالك، ولكن طيبه بها نفسك وانت ست كذا، ما تشوفيش بيتك محتاج وانت معاكي، ما فيش ام بتعمل ولا في الزوجه بتعمل كده، دي الفطره. لكن افور بعيد عن الفطره فرعون، يا خبر ابيض، ايش فرعانك انت يا فرعون؟ احنا مالنا ومال فرعون؟ قال لك ما لقيتش حد. لا نصد، لا نصد، احنا مش فراعنه، احنا مسلمين، نسبتنا محمديين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال الله عز وجل وما اعطاه للمراه من عزه ومن كرامه ومن ذمه ماليه ومن عطاء ومن حق القول وحق القبول وحق الرفض وحق البيع وحق الايجار، كل الكلام ده. لكن افور كده تقومي جايه رافضه تقول لك لا، ما خلاص، ما هو بقى ياه ومش عارفه ايه والكلام اللي في الجوف. واه اه اه عيب عيب. ناخد من الثقه المؤتمن صاحب العلم الحقيقي والشرعي. تمام، احبكم الله. اهل تونس احتمال نجي لكم قريب، بس مش عارفين لسه، هستخير على الموضوع ده. خليني اخد شويه من الاسئله اللي انتوا بتقولوها. ربنا يبارك فيكي يا شفاء. جهاد، بحبك في دكتورتنا، ربنا ينفع بيكي، شكرا يا جهاد. في اسئله؟ وائل ربنا يكرمك، جزاك الله خير يا وائل. امال بتقول بنتي كانت 5 سنين وطردوني من الدور الاول. مين دول اللي طردوكي؟ في رمضان عشان مع يا حبيبتي يا حبيبتي. بصوا هنا بيعملوا حاجه جميله جدا جدا في المساجد الكبيره التركيه، بيبقى في ركن لعب الاطفال. ما نعمل كده اول، أو تعالوا نعمله زي احنا ما يعني كنا في مصر عندنا ركن بقى في مساجد تركيه ولا الكلام ده. كنا في مصر قبل ما نسيبها كان في بيحصل ايه، كان الاخوات اللي عليهم عذر شرعي كانوا يجوا ياخدوا ركنه وياخدوا الاولاد ورسم وطين صلصال وفك وتركيب، ويتعامل معاهم نوع من انواع الحديث او قصه عن النبي عليه السلام او مسرحيه او نشيد. ممكن نعمله كده ونتفقوا 2 3 4 مع بعض، هي يا جماعه طب نقفل، بحيث ان احنا لا نخسر يعني روحانيات رمضان ولا نفسد على المصليات الصلاه، يعني ما نفسدش عليهم الصلاه. تمام، ادعو. صح، الله، تعالوا شوفوا التعليق ده. مليكه معرفش ايه زميل الدين. تمام، الفرق بين الملكه والجاريه، الله يفتح عليك، الله عليك. انا كنت هقفل البث لكن خليني اقول لك على القصه دي. الجاريه حتى في امثله يقول لك اللي فيها جاريه تبخ يا سيدي ومش عارفه ايه. الجاريه اللي زوجه تتعامل كسكند هاند، زوجه تتعامل كانها واحده ملهاش قيمه،
زوجه تتعامل بقله تقدير واحترام، زوجه تتشتم وايذاء لفظي وايذاء جسدي وخذلان، ويجي قدام اهله يبهدل فيها وينقص منها، ويجي قدام اهلها ينتقدها ولوم وانت واحمد ربنا، ولما يعاقبها يعطي العيال. ده انا شفت كده حالات، وما يديش للزوج، ما يجيبلهاش تاكل، ما يجيبلهاش تاكل، لا اصل هي مزعلاني فما يجيبلهاش تاكل. تحاسب والله، منك لله تحاسب، حسبي الله ونعم الوكيل. امال مين يوصل عندي يا ابني؟ ويجي اولادها يخبوا الاكل ويعطوها وحالات. ده مش راجل، ده بيعاملها كده. لكن الملكه زي ما الاسلام قال، حق النفقه والمسكن والمأكل والمشرب والملبس، ولك ذمه ماليه ولك راي ولك كرامه ولك حدود ولك كذا، وفي حب وموده. ان الحب والموده اللي هو فيه التغافل، في المره دي مش طبع زوجك على طول كده متفرعن ومتسلط، واقول لك انت اصيله غلط، ولكن ده مش حال. والله ليس، والله ابدا مش هو، لم اعهد عليه وما كان له. وهجيب لكم القصه دي اعملها لكم في 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 بس مخصوص، وما كان له ابدا لما اعهد عليه ذلك. جاي متضايق مره بتاع، لكن مش ده سمته ولا دي اخلاقه، يبقى على راسي استحمله وقت الغضب. لكن لما يبقى ده ديدن وده حاله مستمره، ودي مصيبه من المصايب بقى، يعني دي مصيبه من المصايب، ده حاله مستمره في قله الادب وعدم الاحترام والتقدير والايذاء الجسدي، وده لا ده يقف عند حد وتعمل له قعده رجاله وجلسه رجاله نفع نفع، ما ينفعش. ما تكمل، انا بقول لك اهو، ما تكمليش، ما تكمليش مع حد يهينك، ما تكمليش مع حد يأذيكي، ما تكمليش مع حد دايما مقلل منك وسخط. يا جماعه ده الايذاء النفسي بيموت. تعالوا اقول لكم على حاجه مصيبه، انتوا عارفين ايه اللي ممكن يموت بجد بدون حاجات الموت كلها؟ ايه اللي ممكن يموت ويقتل وانت عايشه؟ الكلمه، الاذيه، الكلمه السلبيه والاذيه. عارفين بتعمل ايه؟ بتضعف جهاز المناعه، حقيقي تضعف جهاز المناعه، يجيلك بقى عرضه لجميع الامراض، مش بانك اتاك بقى ولا قلب ولا ضغط ولا سكر، انت خلاص ما في الجهاز اللي ربنا حاطه ذات نفسه علشان بس ان يدافع، خلاص ضعيف، ضعف بالخذلان والكسره وقله الاحترام وقله الربايه، وحد حتى ما يراعيش حتى بني ادم. يا اخي ده انت مأمور القطة اتحبست فيها، دخلت الست فيها النار بسبب حبست قطة، لا منها سابتها تاكل من خشاش الارض ولا منها جابت لها اكل، فما بالك بواحدة عندك تسم بدنها باللقمة، ودي كذا وانت بتعرفي وانت ايه والقرف وانت مش مهمة وانت مش منظمة. تموت الست، احيي الست بالكلمة والتشجيع، كتر خيرك، الله يسلم. المرة الجاية يعني كنت شفت مرة مقطع في الاب وجد واولاد، الام دايما بتحرق العيش بتاع التوست، بتطلعه محروق، فياخدوه يعملوا عليه نكته تيك، وهم يتكلموا واحد اتنين تلاته كله يقطن في وقت واحد عشان ما قرمش، فيعمل صوت فيضحك وتقول لهم بقى مش عارفه ايه، ويا بلطافه وحاجه جميله، مش قاعدين لبعض على الوحده، وده يمقد في ده وده يعمل، احنا فين هنا في حرب احنا ولا ايه؟ مش بيت ده، مش جواز ده. عشان كده تاني بقول خدوا معلومات الزواج دايما، واللي يتكلم في الاسره الثقه المؤتمن ذو المرجعيه العلميه والمرجعيه الشرعيه، لا نقبل الا بالاربعه دول، هو دول المقاييس. خلاف كده هرتله. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل لنا خير واياكم في كل اموركم مع ازواجكم مع اولادكم. وارجعوا للحلقات يا جماعه، ارجعوا للحلقات اللي احنا قلناها، هتلاقوها كلها موجوده على اليوتيوب. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.